السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نتكلم بهذا الفيديو عن الأزمنة الأفعال، وحسب رغبة بعض المتابعين اللي طلبوا فيديو عن الأفعال. راح نتكلم بهذا الفيديو عن زمن كل فعل، وعن كيفية اختلاف الحروف من زمن الآخر. طبعا أكو قاعدة أساسية باللغة أنه الفعل بالمستقبل دائما يكون أمامه، قبل الفعل يكون سكا بمعنى سوف أفعل، معناته الفعل لم أقوم به ولكن سوف أقوم به. وأيضا عندنا القاعدة الأخرى أنه الفعل في الزمن الماضي البعيد يكون مسبوق دائما بهار، هار باكت أو هار، أي فعل يكون هار أمامه يكون دائما معناه أنه قدم حدث في زمن ماضي. راح نأخذ نبدي ويا الأفعال المهمة. طبعا هذا الفيديو به أفعال مهمة، وإن شاء الله فيديوهات أخرى أيضا حسب رغبتكم راح أكمل بعض الأفعال وانتقل لغير موضوع أساسي باللغة وبالقواعد. راح نأخذ باكا بمعنى أخبز، سكباكا سوف أخبز أو سوف يخبز، باكر يخبز الآن، باكده خبز في الزمن الماضي، وهار باكت بمعنى خبز في الزمن الماضي البعيد، بطالة بمعنى ادفع، وسكبطالة بمعنى سوف يدفع، بطالر بمعنى يدفع الآن بالزمن الحاضر، بطالة بمعنى الزمن الماضي، هار بطالت في الزمن الماضي البعيد. ونأخذ بوشتا بمعنى يفرش أو أفرش، أفرش أسنانك قد تأتي دائما يستخدمون هذا الفعل. سكافوشتا بمعنى سوف يفرش، بوشتر بمعنى يفرش الآن، وبوشتا دي بمعنى فرشة في الزمن الماضي، وهارفوشتا بمعنى الزمن الماضي البعيد. نكمل ويا الفعل سكلا بمعنى قد الدراجة، سكسكلا سوف يقود الدراجة أو سوف أقود الدراجة، سكلر بمعنى يقود الآن الدراجة بالزمن الحاضر، سكلد بمعنى قاد الدراجة، وهر سكلد بمعنى قاد الدراجة ولكن في الزمن الماضي البعيد. دما بمعنى ينظف من الأتربة، سكداما بمعنى سوف ينظف، دمر بمعنى ينظف الآن، دمد بمعنى نظف في الزمن الماضي، هار دامت بمعنى نظف في الزمن الماضي البعيد. دمسوقة طبعا هذا الفعل مشتق من الماكينة اللي هي ماكينة التنظيف اللي هي المكنسة الكهربائية، دمسوقري دائما إذا سامعين بيها دمسوقري، فدمسوقة هو بمعنى ينظف بها المكنسة الكهربائية المصدر. سكدمسوقة بمعنى سوف ينظف، دمسوقر بمعنى ينظف الآن، دمسوق بمعنى نظف في الزمن الماضي، وهار دمسوقة بمعنى نظف في الماضي البعيد. دنسة بمعنى أرقص، سكدنسة سوف يرقص أو سوف أرقص، دنسر بمعنى يرقص الآن، ودنسة دي بمعنى رقص في الماضي، هار دنست رقص في الماضي البعيد. رح ناخذ الفعل ديسكا بمعنى يغسل الأواني أو أغسل الأواني، هنا المصدر أو فعل الأمر يأتي عادة في بعض الأفعال نفس الكلمة. سكديسكا سوف يغسل الأواني، ديسكر بمعنى يغسل الأواني الآن، ديسكدي بمعنى غسل الأواني، هارد ديسكت بمعنى غسل الأواني في الماضي البعيد. وناخذ الفعل دريكا بمعنى اشرب، اشرب الماء أو اشرب الكافيه أو اشرب التيه. ناخذ سكدريكا سوف اشرب، دريكر يشرب في الزمن المضارع أو اشرب أنا، دراك هو في الزمن الماضي، هار دركت بمعنى شرب في الزمن الماضي التام أو البعيد. أتمنى تتابعون الفيديوهات اللاحقة وتتابعون قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك، وأتمنى تكتبون تعليقاتكم ونقدكم، وأهلا وسهلا بالجميع ومشكورين. مع تحياتي نور.